السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اديكم الصحه والعافيه ان شاء الله، دائما تامين وملمومين وفرحانين ومبسوطين، وكل ايامكم افراح، كل سنه وانتم بالف خير. نحن في رابع ايام العيد، تبقى يوم واحد بس العد التنازلي لاخر ايام المسابقه، خلاص بكره عندنا اخر يوم، ان شاء الله نشوفكم على خير، لكن ما نستبغى الاحداث ونبقى بنحرك في الاحداث قبل ما تجي. ان شاء الله الليله تكون حلقه مختلفه، وبكره كمان يكون اليوم الختامي. يديكم الصحه والعافيه، وان شاء الله دائما ايامكم افراح ابتسامات وجمال على الشاشه. دائما بنبدا ب صفرجت الماجات لحد اسياتنا صفرجت، بنلعب صفرجت مع الكمبيوتر. عندنا فرصتين، احتمال نفوز واحده فيهم، فوزنا على طول بندخل الى شختك بختك، هذه المسابقه التي تحتوي على فخ بمرقك برا ربنا يخرجك، وعندك منوع سؤال او صوت او جائزه او صوره. اخيرا للسوشيال ميديا، الكمبيوتر بيختار نفرين، ولد ولد بيت تو بيت او ولد بيت، ايا كان اختيار من كل ولايات السودان ومدن الجميله. 10 ب 10 برعايه كوفي، هذه الشركه المتميزه. 10 ب 10 صاحب الاجابات الكثيره من العشر اسئله بيفوز ب 10,000 جنيه مقدمه من كوفي، وتعتبر الجائزه الاكبر في مسابقه صفرجت. اذا نحن ربطنا الاحزمه وفي انتظار المتسابق الاول. منو يا جماعه؟ بحري المدينه الجميله محمد ادم. ها محمد ادم، عليكم السلام. كيف يا ابو حميد؟ عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كل سنه وانت طيب يا ابو حميد. الصحه والسلامه والغبره الامنيات ان شاء الله، وربنا يحقق كل امانيك الطيبه. الله يسلمك، الله يبارك فيك. وين في بحري يا محمد ادم؟ كافوري. واو، كافوري ورا باربعه. انت جاد يا زول. محمد ادم ده بيتكن ولا بيتكن؟ لا 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 ما بيتنا. لا لا ايوه نكرت وحطم قاعد معانا. ابو حميد كل سنه وانت طيب، وكل الناس كافوري شريفين طيبين. الله يبارك بين قوسين الشريفين، انت فاهمني طبعا اكيد. طيب محمد ادم على الشاشه حنلعب صفرجه، رايك شنو؟ جاهز ان شاء الله. يلا بسم الله ابدا. يلا يلا انت محمد ادم. نعم. الناس اللي قاعد معاهم ديل ما عندهم شاشه؟ هاي خلاص عندكم؟ خمسة. محمد ادم خمسة، بداية كويسة. الكمبيوتر كم؟ تسعة. محمد ادم كم؟ ما ظهر عندي هنا في الشاشة. انت الشاشة شغالة عندك؟ الشاشة شغالة لكن ما ظهر عندي. انت فاتح السوداني 24 متأكد؟ فاتحة هاي. طيب جات؟ سبعة. انت معناها ما شايفة، هي جات برا. سبعة. طيب سبعة محمد ادم من كافوري نكرة حطب. سبعة. الكمبيوتر كم؟ كمبيوتر شاف الشاشة واختار ستة. يلا اداك فرصة يا محمد. ثلاثة. الله عليك يا حبيب والدي، يا سلام، بداية موفقة ما في كلام. أبو حميد دخلت معانا مباشرة إلى شختك بختك. المعلومات كيف يا جميل؟ والله غايته غايته إن شاء الله. نعم. الأسئلة دي كلها غايته يا رب العباد. يلا إن شاء الله إن شاء الله عشان تحلها غايته. من واحد لحد 20 اختار رقمك سريع أبو حميد. واحد الله، واحد الله يا ستار. واحد سؤال، سؤال ويا رب يكون سؤال سهل ابو حميد يقدر يحله، ودائما قاعد قلنا في ايام العيد دي بنسهل مع الناس شويه. طيب ابو حميد من امهات المؤمنين ويقال لها ام المساكين لعطفها عليهم. يحلي لك انت جيت. ها توضحي سامعك. نعم قلت لك من امهات. نعم. المؤمنين ويقال لها أم المساكين لعطفها عليهم، بتعطف على المساكين. نعم. نها دي منو واحدة من أمهات المؤمنين؟ لما نقول أمهات المؤمنين هي زوجة النبي أو إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يزوج 11 زوجة. نعم. طيب نعم ده كله نعم. أها ما في خيارات يعني؟ طيب طيب السيدة عائشة، السيدة خديجة، السيدة أم سلمة، والسيدة يا اختي ما خليتنا نكمل لك الخيارات ذات نديه الخيار الاخير يا استاذ غسان. زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة. بنت منو؟ بنت منو؟ زينب بنت خزيمة. ايوه اخيرا جبتها انت يا سلام، راجل لعب عرف برا. اللهم اغفر لنا يا الله، اللهم اغفر. طيب يلا دي حليناها لك نحن، يلا دعنا نشوف حلك انت.
اختار سؤال ثاني او اختار مثلا رقم. اثنين. اثنين ده طلقت ها؟ اثنين سؤال. اثنين سؤال. عندنا يا ابو حميد ثلاثة جواكر او ثلاثة هدايا. احتمال تكون واحدة من نصيبك لكن الفخ موجود. طيب وصل السودان إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية عام 1963 وخسر البطولة أمام منو؟ أمام منو؟ طبعاً لازم تكون عارف التاريخ ده لأنه دي المرة الوحيدة للأسف اللي وصل فيها السودان لنهائي بطولة أو للمباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية سواء كان الشان أو الكان، تمام؟ وغبنا عنها فترة طويلة وعدنا لها في 2008. الكلام ده كان في غانا، نهائيات غانا 2008. طيب المباراة النهائية كانت أمام منو؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، مصر، تسعة، بشار، مصر. هي غانا، وحاولت أقرب لك الإجابة وقلت لك غانا 2008. 2008 وصلنا مع في نهائيات غانا اللي شالتها مصر 2008. شكرا ابو حميد من كافوري اللي قال ما قاعد معاهم، عندك الف ما قصرنا معك. طيب الابيض عشان الناس الابيض اللي وين دي مركزين معنا، تمام. شيماء من الابيض، اهلا شيماء، ازاي؟ اهلا يا جلوى، كيف الحال؟ كل سنه وانت طيبه يا شيماء. يا وانت طيب، والاعياد يعني تعود عليكم ايام عديده، وربنا الله يبعد عننا هذه الايام اللي فيها الكورونا والمشاكل الاقتصادية والنفسية والموت والأمراض إن شاء الله يا رب. اللبيض كيف على حسك؟ الناس تمام؟ لا لا تمام والله، بس مبسوطين. الحركة عادية؟ يعني ما عادية، بسيطة شديد. وين في اللبيض أنت؟ في الربع الثاني. الربع الثاني، يا سلام. ناس الأربعة دي ناس عريقين يا زول، تحياتنا ناس الأربعة كلهم. طيب شيماء من اللبيض الربع الثاني، هل لعبتي صفرقت قبل هذا اليوم أمس تلعبينها معنا بعد قليل؟ لا سنلعبها معكم بعد قليل. سنلعبها معكم بعد قليل. إذن شيماء على الشاشة، ها سنلعب. يلا أستاذ غسان قال لك تعرف يجوبها. يلا يا شيماء نبدأ بالدارجة حقنا لأنه عندنا ناس مراقبين لنا. يلا خمسة. خمسة الشيماء تبدأ بالرقم خمسة. الكمبيوتر ستة. كابتن ماجد. واحد. واحد الله، يا سلام يا سلام، لعبة ازدواجية. أصل الأربعة الأربعة ظهروا. أها كمبيوتر كم فايا؟ قفلك الكمبيوتر واختار تسعة. افتح زيك اوقف الكمبيوتر. الله عليك الله عليك يا لعابة. ثلاثة ثلاثة شيماء. يلا الكمبيوتر اداك فرصتين الكمبيوتر واختار الرقم ثمانية. سبعة. سبعة يا سلام عليك يا حبيبة والديك، يعني باثنين او بسبعة، في الحالتين انت فايزة، ما في الحالتين انت ضايعة. طيب شيماء ركزي معاي، وكنا الناس الممكن راجين يتواصلوا معنا والمشاهدين النسائي، عندنا بنذكر ثلاثة جواكر، ثلاثة جواكر موجودة أو ثلاثة جوائز، وعندنا فخ واحد. شيماء على الشاشة شختك بختك، رقم واحد واثنين شالوين، باقي الأرقام كلها قاعدة. اختاري. خمسة. خمسة يا ستار من هذا السؤال. سؤال شيماء، معلوماتك عادية ولا شفافية؟ يعني ان شاء الله يجيك سؤال يعني. طيب السؤال على الشاشه بقول اسلاميات، في اي سوره من سور القران الكريم تم ذكر شهر رمضان باسمه شهر رمضان؟ البقره. الله عليك، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. طيب نرجع لشيماء صاحبه الالف جنيه. تاري. سبعة. سبعة كريستيانو رونالدو، يا ستار صورة. شيماء انت شايفة الشاشة جنبك؟ اي تمام، حجيك الصورة ان شاء الله تعرفين. أيوة. من بولتين او أيوة. لو ما عرفت انا اديك عنها معلومات. طيب اديني عنها معلومات كده. هو معلم يا شيماء وصحفي. اهم كتبه اللي كتبها ملامح من المجتمع السوداني. اها. وعنده كتاب اسمه ذكرياتي في الباديه، ده الاشهر على الاطلاق. وعنده يعني كان رئيس اشهر مجله ثقافيه في الستينات. اسمها القلم. ومن كتبه المهمه جدا ايام في الاتحاد السوفيتي. حسن نجيله. الله عليك يا شيماء، شيماء
بشار اداك اللون الاخضر على لون النجيله الاخضر هو حسن نجيله. يا سلام عليك. تمام نرجع لشيما صاحبه ال 2000 جنيه. واصلي. طيب ستة. روبرتو كارلوس يا ستار من هذا السؤال. سؤال. طيب سألناك المرة اللي فاتت قلت صورة البقرة طلعت صحيحة وتكلمت عن الأستاذ حسن نجيلة. طيب ده سؤال سهل جدا لكن وصعب شوية. ده يرجو المتابع. ثنائي العاصمة بتعرفيهم؟ أي هم منو منو؟ السني. ايوه السني الضوي. ايوه وابراهيم. جول يا شيماء. الله عليك يا اخي. والله قلت ما بتعرفها. والله قلت يا سلام يا شيماء. طيب 3000 جنيه ما خشت جوجل ذاته لانه ما بديها فرصه زي دي. طيب رحم الله الفنانين الجميلين استاذنا ابراهيم واستاذنا السني ونقول لاسرهم كل سنه وانتم طيبين في هذا العيد السعيد. نعود الى شيماء في اللبيض. تسعة لمارونالدو. صورة. صورة. حكاية. أيوة. شنو على الصورة يا شيماء؟ مركزة معنا. والله كده غايته احتمال. اديني كده معلومات عنه. ها؟ لسه ما ظهرت لي في الشاشة صورة. لا لا لم يتصر لك. لم يتصر لك. طيب نحن عندنا صور كثيرة. مرات الناس بيعرفوها ومرات ما بعرفوها. قبلك سهلنا لك المسافة. الصورة نحن وصلتنا. هو من قيادات جبال النوبة تحديدا من ذو الستينات. قد فيليب غبوش. الله ايه هالجمال ده يا اخي. يا سلام يا شيماء. والله اروع زول اتصل من الأبيض لحدث. يعني شرفت الأبيض جد لانه الأبيض عزيز على قلوبنا زي ما كل السودانيين عزيزين على قلوبنا. تمام يديك العافيه. واصلي يا شيماء انت ماشيه كويس بذات المعنويات. طيب. مودك حلو. عندك 4000 شيماء. ايوه 10 يعني 10 اورتيغا. اورتيغا 10 هديه يا شيماء. 5000 جنيه مبروك يا شيماء. اضحكي معك ربحانه ابتسمي بس. انا بضحك كيف قاعد تمشي ولا اللي بده بيعمل شيء يا جماعه؟ نحن بنريد الملح صح؟ سيبنا. لا لا قلت لك واصل يا شيماء. يلا يا شيماء كم؟ 20 بقى ده اخر حاجه. 20 سؤال. شيماء عادت الى الاسئله. شيماء عندي 5000 جنيه وجاك سؤال وتكملي معانا ان شاء الله غايتك الله تقطيهم كلهم الليله احتمال تفوزي بالرقم القياسي لكن ما اظن لانه عندنا فخ موجود. طيب من هو يا شيماء رئيس الوزراء الذي قام من هو رئيس الوزراء الذي قام بتسليم السلطة لقائد الجيش الفريق إبراهيم عبود في العام 1958؟ وسهل جدا. في عام 1958. أي يعني سلمه وعنده يعني شارع في مدرمان. دقيقة. وكان سكرتير حزب الأمة قبل انشقاقات حزب الأمة. هو طبعا رجل عسكري من سنة 24 ثورة اللواء الأبيض. أيوة. 1 2 3 4 5 6 7 8. عبد الله خليل. عبد الله بن خليل. يا الله عليك. الله عليك. الله عليك. بركة اقعد بعيد واحد. تمام. هاي. يلا. ها متواصلين؟ تسعة. لا تسعة. شيماء. تسعة اخترتها؟ كشفتي نظر قريب ولا ما كشفتي؟ والله ما الرقم الكم؟ تسعة قلتها قبل شوية يا يما. طيب 12. 12 حاتم محمد أحمد يا ستار عليك. سؤال. سؤال إن شاء الله يكون سؤال سهل. قطعت الشبكة ولا موجودة شيماء؟ شيماء معك لا لا قاعدة لأن سمعت صوت. أي طيب مؤرخ سوداني ينتمي لشرق السودان. من مؤلفاته هجرة القبائل العربية إلى وادي النيل مصر والسودان. فمن هو؟ 1 2 3 4 5 6 هجرة القبائل السودانية. 7 8 شيماء 9 يا أجل باقي دقيقة 10 في الأول. يا شيماء يا أخي
درار ابراهيم درار يا او درار صالح درار. لا ابراهيم درار ده صاحبي اقسم بالله. لا البشره فيه ده قهوه يا سالغه صح. طيب خلينا نطلع فاصل المواصلين. مواصلين طيب شكرا شيماء من الأبيض قدمت مستوى مميز جدا. اذا من الأبيض الى شندي الحبيبه. الو هشام السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام استاذ هشام كل سنه وانت طيب. بالصحه والسلامه وانت طيب وجميع العاملين في 24. يا اخي ربنا يديك الصحه والعافيه وان شاء الله انتم بخير ويديكم ربنا كل العافيه والصحه والسلامه. الله يبارك فيك. ناشندي معيدين ولا عندها الكون؟ والله معيدين قبل هنا في الخرطوم طبعا نحن مع ما قدرتوا تمشوا كويس يا زول. ان شاء الله ربنا يشيل المرض وترجعوا تعيدوا في بيوتكم الكبيره ومناطقكم الجميله. نعم طيب من شندي؟ شندي هشام. يا هشام لعبت صفرجا؟ نعم. قبل كده لعبتها كثير؟ لعبناها نعم. نعم الله عليك، تعال نلعب على الشاشه دي اول مره ان شاء الله. يلا بسم الله. هشام من شندي ما سافر اهله عشان الكورونا وقاعد معانا هنا، حيلعب معانا صفرجا على الشاشه. ابدا. خمسه. الله عليك خمسه. كمبيوتر اسرع فاجئك وداك واحد. سبعة. سبعة يا سلام سبعة هشام سبعة. الكمبيوتر احتمالك فرق احتمال يفتح لنفسه سكة. لا هو اختار ثلاثة الكمبيوتر قفلك وفتح لنفسه سكة. كمبيوتر نعم. اختار ثلاثة ها؟ نعم نعم اختار لهم تسعة. تسعة اخترتها كويس. تسعة تسعة. الله يديت الكمبيوتر فرصة صعبة شديد يا اخي. هات نعم. لو شافك بيصفرج فيك يا هشام. يا ستار يا ستار صفرك فيك. طيب هشام ركز عندنا فرصة ثانية وأخيرة ما تطلع. تمام جينا ثاني ليه صفرك يا هشام. أبدأ. خمسة. خمسة البداية الطبيعية. خمسة. الكمبيوتر اثنين يا هشام. سبعة. سبعة هشام. نعم. ثلاثة. لا أصبر أصبر هشام أدي لعب دار تلعب لعبتين ما كذا كي يكون خرخار. كمبيوتر كم؟ يلا الكمبيوتر ثلاثة. الكمبيوتر اختار ثلاثة وفتح لنفسه سكة وقفلك. اعمل حسابك اعمل حسابك انا متعاطف معك. ستة. الله ستة. انت ما شايف الشاشة؟ اي يا هشام جنبك شاشة ولا ما جنبك؟ شايفة اي شايفة كويس. ستة تمام ستة اختيار كويس. يلا نشوف. نعم كمبيوتر كم؟ يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار من الكمبيوتر حبه. كل سنة وانت طيب يا هشام. يعني انا والله حاولت اجيب معاك لو كان ما عندك شاشة وما شايف كنت صفرجت عليك انا، لكن طالما انت شايف اديناك فرصتين. للأسف ده تالي زول من خلال 33 او 32 حلقة انه يطلع من صفرجة. فاصل اول ثم نعود. تحية واحترام رجعنا من الفاصل الأول اللي يتقدم قبل شوية ونحن متواصلين معكم رب يديكم الصحة والعافية إن شاء الله دائما تأمينوا ملمومين. شوفنا قبل شوية يا شيماء من الأبيض وكان عندنا محمد للأسف وهشام طلع من ناس شندي وطلع من المسابقة في صفرة جزات. طيب حنمشي وين يا أستاذنا؟ الجزيرة. زينب من الجزيرة. زينب أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيبة بالصحة والسلامة ويديكم العافية يا رب ويحقق أمانيك الطيبة وإن شاء الله دائما مبسوطة. أمان الجميع يا رب العالمين وإنتوا طيبين وتامين ولامين وسوداننا كدي ده سالم غانم. والله دي أجمل دعوات سمعناها كتر خيرك كثير على الجمال. طيب يا رب. يا أستاذ زينب لعبتي صفرة قبل كده ولا ما لعبتي؟ والله نهائيا بس بسمع بيها يا زول. خلاص حنقيف معك. عندك شاشة قدامك شايفاها؟
والله بعيدة منها شوية. خلاص بنساعدك يا زول. أرح على الشاشة نبدأ مع أستاذ زينب من الجزيرة. صفرجت رقم كم؟ الرقم هاي الرقم ما تلفونك؟ نعلق حتى دينا تلفون خمسة على الفور. خمسة خمسة هاي خمسة 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 أستاذ زينب خمسة من الجزيرة. يا تحيط في الجزيرة النوبة. النوبة يا سلام قريبين للخرطوم. تمام نعم. طيب الكمبيوتر اختار أربعة، أنت كم؟ خمسة. ثاني أستاذ زينب؟ لا لا واحد واحد. وهي واحد كويس واحد. الله أستاذ زينب واحد. الكمبيوتر حيختار كم؟ سبعة. عارف أستاذ زينب قولي تسعة. تسعة. الله عليك ناس النوبة جابوا الجول. طيب أستاذ زينب نعم دخلتي معانا لشيختك بختك. عندنا هديتين وعندنا حفرة. الله ما يوقعك في الحفرة. قول آمين. آمين يا طيب رب. عندنا الأرقام 3 و4 و8 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19. اختاري الرقم اللي بيريح. ايوه اختاري سهل بيجيك. ها 19 19. يا ستار يا ستار من 19. سؤال الحمد لله. سؤال بقى ده سؤال. ان شاء الله يجيك سؤال سهل انا اوعدك اساعدك. طيب استاذ زينب نعم. قال تعالى ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. على لسان من ورد هذا الدعاء؟ مساعدة كده شوية. نبي الله زكريا، نبي الله موسى، نبي الله عيسى، ونبي الله إبراهيم. اختاري واحد من الأربعة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأول. إن شاء الله الأول إبراهيم. زكريا زكريا. يا أخي وقلت لك قول الأول يا أخي. معقولة يا زكريا؟ الحمد لله الحمد لله نبي الله زكريا عليه السلام. طيب نرجع تاني اختاري رقم. عندي كلف جاك من الله. كان في 10 ب10 كان مركبه قد القفه. ان شاء الله. 11 11 يا رب يكون هديه. 11 يا ستار. سؤال اللي ما جانا والله صوت صح يا ستار. عندكم اصوات كويس. تمام. شاعر معاصر يلقب بالأخطل الصغير فمن هو؟ ده في جوجل ما في. مساعدة دفرة. والله يا أخي نتفرع يا جماعة. هاي بشار الخوري. الله يا سلام كده انت دخلتي أستاذ غسان كوبر مش فتيل. جبتها من وين؟ والله من الله جاتني. لا من الله ما اقول لك كلام. الله سهل لك على الطريق منه. ابني ابني ربنا يوفقه. الليل ده حقه ادي له. ان شاء الله ربنا يعني يحفظه لك يا رب. اللهم امين. وتفرحي به. اللهم امين. يلا اختاري. امين. ان شاء الله اختار. ايوه 18 الشغيل يا ستار. سؤال ابني قريب منك؟ نعم. هتبني ابنك ان بقى قريب منك. ان شاء الله دائما ابتساماتكم عديده يا رب. اللهم يا امين يا رب. طيب ركزي معاي. ده داير ابنك يا جد لانك ما زورت كوره. من اشهر الانديه الافريقيه فريق الاشانتو كوتوكو من اي بلد؟ سهلة دي. الأشانتو كوتوكو لعب مع المريخ ولعب مع الهلال وفاز عليهما وفازوا عليه وتعادل معهما. ده كله حصل. الأشانتو كوتوكو عندهم لاعب اسمه بوبوني. واحد غاني غاني. أيوة الأشانتو كوتوكو الغاني. برانا برانا بنغلي بغانا. أيوة عندما أتى إلى السودان غلب المورد والهلال ولكن انتصر عليه المريخ وكان الشعار آيانا ذاك برانا برانا بنغني بغانا. طيب
دي غسان عارفه. هاي هاي هاي. انت كنت في الاستاذ شغال دار دمه. طيب نرجع لاستاذه منو؟ نعم استاذ زينب. انا 16 16 يا ستار 16. واو يا ستار يا ستار. اتبني ابنك وركزوا في قريشاتكم، حنضرب لكم عشان تصلكم. طيب نمشي لزول ثاني. السلام غربي كردفان مبارك. مبارك اهلا وسهلا. ازيك يا مبارك؟ اهلا وسهلا مرحب. كل سنه وانت طيب يا مبارك. يا صحة والسلامة القولة على أمانيك. ربنا يحقق كل أمانيك الطيبة إن شاء الله. اللهم آمين جماعة كده إن شاء الله. وين في غرب كردفان؟ أنا في حغلينيم النفطي. ها؟ حغلينيم النفطي. حقلمين النفطي. عندكم نفطي في بيتكم ولا ما في؟ لا لا ما في بيتنا، أنا في الشغل. ها يعني أنت في الحقل ذاته؟ أي رسل لنا النفطي رصيد. محجور محجور هناك في الحقل. ان شاء الله ما تجيك عوجة يا زول. لا اللهم امين جمعا كذا. المعلومات كيف يا مبارك؟ والله على حسب اسئلتكم. احنا عندنا اسئله كلها بترول. ما مشكله خلينا نشوف. انت محجور ولا محصور؟ والله الاثنين يا ربنا يوفقك. طيب مبارك من حقل البترول في غرب كردفان سيلعب معنا صفرجت على الشاشه. يلا يا بركات. خمسة 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 مبارك خمسة مبارك. الكمبيوتر اختار أربعة. مبارك سبعة. سبعة يا سلام عليك. سبعة سبعة. الكمبيوتر كم؟ كمبيوتر يا دانا فرقة يا قفلنا. حنشوف لسه الفرصة موجودة عندكم انتوا الاثنين. الكمبيوتر اختار واحد ودانا فرصة. ثلاثة. الله عليك الله عليك يا حبيب والديك. ما في كلام. إذا مبارك دخل معانا طوالي لشختك بختك على الشاشة. طيب مبارك عندنا 17 14 13 15 4 8 3. اختار 8. 8 هيثم مصطفى يا ستار. هيثم مصطفى صوت. إن شاء الله. اخيرا جاك صوت. طيب الصوت ده بيكون اما صوت مغني او صوت شاعر او مذيع او اعلامي ايا كان. ده الصوت بنعرفه انت براك. اذا ما عرفته نديك فرصه نسمع الصوت. يا سلام. يا مبارك معلومات خيارات حاجه زي يا اخي من اغانيه وشقي ومجنون والليل ما بنوم. الكحلاوي صديق الكحلاوي. كحلاوي انت وكحلته. يا سلام. 1000 جنيه من جول التيت. مبروك يا مبارك. طيب اختار ثاني رقم. بكر المدينه اربعه. اربعه بكر المدينه يا ستار. اربعه هورو هدية هدية. الله عليك بكر المدينة أداك هدية 2000 يا أبو ورد. طيب عندنا بقية الأرقام 3 من 13 لحد 17 عدا 16. نمشي يا خالد 15. خالد أحمد المصطفى 15 15 15. صوت صوت ثاني. هاي لا لا ما انت بس ما عرفت الكحلاوي يمكن يجيك صوت اسهل من الكحلاوي. يلا والله انا استرخت السمع كده. الكمبيوتر اختار لك رقم جميل او اختار لك صوت جميل ومعروف كمان. يلا نبدا بسم الله. قلبي عليك مشغول. يا سلام. مليان ربح ليا. ايش 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 ما تكمل الاغنيه خلاص خلاص ما قصر. اختاروا طوالي. ايوه لكن نحن حنكمل لك الاغنيه نهديها لك ساي والله العظيم.
عباس جاهزين؟ يلا يلا. يقيد قلبي عليك مشغول مليان ربح ليا، يقيد قلبي عليك مشغول مليان ربح ليا، بعد ما قلت سامي خلاص زمانك بالحماس شكرا يا مبارك، ودي هدا مننا ليك لانك عندك 3000. يلا اختار. 17 فيصل عجب. صوت صوت اكلت الاصوات كلها براك مبارك. ايوه البترول ده بتسمع فيه اغاني ولا قاعد ساي؟ والله يعني على حسب الفضاء كده. انت اي حاجه يعني يا مبارك؟ عندك قروش يا مبارك ولا يعني؟ الحمد لله مستوره. معناها ربنا يوفقك ان شاء الله. رسل لنا. اللهم امين. ما عندك مشكله سمبريه؟ سمبريه دي لقيتها وين؟ كيف يا اخي؟ متابعين معنا. يلا عدو صوت سمبريه زود. يلا صوت جاهز بسم الله. يا سلام يا اخي. عامل كمان زعلان ما راضي ليلتنا ما وزعلك عرفنا خلاص محمود يا عيد مش متغامر وين القمر طيب أين العدو صابر نسيتني أحبي محمود ثور. الله عليك محمود ثور، تحية لهذا الفنان العملاق، وكل سنة وهو طيب وانت طيب يا مبارك، لأنك انت معانا حاليا 4 أو 5. 14. طيب كم؟ 14. بلا جابر، بلا جابر يا ستار. جول هذه يا مبارك، مبارك يا محظوظ. الله عليك وعلى غرب كردفان وعلى البترول وعقول البترول، ما شاء الله. طيب انت كده تمام، عندنا شلت مننا هديتين وثلاثة أصوات ما قصرتها، بقى عندك 5000، وعندنا 3 و13. ما جاء ولا سأل. ثلاثة في الغالب. صورة صورة صورة. انت شايفنا؟ شايف. شايف الشاشة؟ شايفة كويس. اي تمام. يلا احنا طبعا الصور دي بيختار لنا الكمبيوتر على حسب الحاجه اللي بتجي. صوره جات؟ ما جات لحد هسه. طيب الصوره وصلت. طيب طيب هو سياسي سوداني شهير ومعروف. هو طبعا شغل الامين الناوي. الله عليك يا سلام. مني ارجم الناوي وهمسة في أذن كل الحركات المسلحة التي بتتفاوض مع الحكومة. دعوا السودان أولاً حتى تكتمل الاتفاقية عشان نبني هذا البلد. 13 ده طبعاً آخر حاجة حنختاره ليك إحنا يا مبارك. في الغالب حيكون سؤال، في الغالب سؤال. بس مبارك عنده 6000 صح؟ طيب مبارك والله مبروك 6000، وده آخر سؤال لو جبته ممكن يكون عنده 6000 يا جماعة ولا 5؟ 6000 أنا متأكد، لأنه عنده هديتين وثلاثة أصوات وصورة. 6000 داري ياكلوك يا مبارك. كمان كان أكلوا قروشك؟ أه كان جاوبته ده وتحولنا 10 طوالي في 10. 10 في 10 تاكلها كلها يا بابا ما شاء الله. عندك قروش ودار تشيل اللي هنا. يقول قول الحمد لله. مبارك. ايوه. طيب السؤال معانا على الشاشه بقول: اصبح رئيسا للحكومه الانتقاليه بعد انتفاضه ابريل 1985 اللي هي ماريل، من هو؟ الجزولي. الله عليك
أجمل ختام وأحلى ختام وأروع زول يتكلم معانا من غرب كردفان. كان النور قبل يومين من غرب كردفان برضو من لقاوة فاز بعشرة في عشرة، لكن الليلة مبارك من حقول البترول يحوز على 7,000 جنيه مقدمة من سوداني 24 في مسابقة صفرقت. فاصل ثاني ثم نعود لعشرة في عشرة. تحية واحتراما إن شاء الله دائما تامين وملمومين. الفقرة الأكثر إثارة عشرة في عشرة، هذه المسابقة برعاية كوفتي، هذه الشركة العملاقة التي طرع لنا هذه الفقرة بالتحديد. عشرة في عشرة، إذن عشرة في عشرة اخترنا نفرين الليلة. ديربي مختلف للناس اللي بيكوركوا تعيش، ديربي مختلف تماما بين اثنين. سكتوا حسن يا جماعة، والله لأنه صوته كده زاني أزية. طيب زي ما قلنا هذا الديربي خطير جدا، حيكون ما بين أركويت والحاج يوسف، تمام؟ إذن أركويت ممثلنا فيها عمار، مرحب بك يا عمار. مرحب بك، مرحب بك الوقت. والله عمار ما تصحى يا أخي عليك يا عمار، كل سنة وأنت طيب. شكلهم كده بيفوزوا علينا. ها؟ أه؟ هذا الحاج يوسف ده شكله بيفوز علينا في الدرجة. لا لا ما بفوزوا، تقول يا رب. طيب موفقين. ام سلمى اهلين. ام سلمى ارفعي صوتك، وسهلين ارفعي صوتك. الو ايوه يا ام سلمى. ام سلمى اقفل التلفزيون يا ام سلمى. ام سلمى هتاخرنا. ام سلمى يا ام سلمى قفلته، اقفلي وعديل ارفعي لي صوتك يلا يا ام سلمى. نعم. طيب أم سلمة الاسم الحقيقي لأم سلمة شنو؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها منو؟ انت مسمى يا عليا عارفة؟ لا. اسمها هند، تمام؟ يعني اي زول اسمها أم سلمة اسمها هند، تمام؟ انت سموك علي زول صح؟ ايوه سلمة. نعم. لا أم سلمة ارفع اللقاء كده حيفوز عليك ناصر كويت ديل. اوكي طيب بذات الايقاع يا ام سلمى عشان احنا ما عندنا زمن. عمار. نعم. ايوه انت كده راكز يا فرد. طيب ام سلمى وعمار الاثنين ركزوا معي، حقول التعليمات سريعا لانه احنا خاشين على زمن ضيق. 4 تعليمات من استاذ غسان، تحديدا الغرفه العليا لمسابقه 10 في 10 حيقول لكم تعليمات مختلفه انا حقولها عليه. بيقول ما في اي مساعد على الاطلاق، السؤال بتقري مره واحده فقط، أول ما يتقري السؤال وينتهي بيبدأ العشر ثواني مباشرة العد السؤال أو العد التنازلي للسؤال بعد ما أنا أنتهي منه. رابعا وأخيرا الإجابة الأولى هي المعتمدة كما الطلقة لا أي تعديل، اتفقنا؟ إن شاء الله. إذا عمار البداية معك من الكويت، الضربة الأولى همزة الوصل يا عمار تكتب ولا تنطق صح أم خطأ؟ همزة الوصل تكتب ولا تنطق. العد وين؟ العد وين؟ العد وين؟ المفروض يشتغل على طول. قال شنو؟ عمار. صح. عمار صح أم خطأ؟ لا صح. جول يا عمار. الله عليك لكن بطيء شوية. سرع اللقاء. تمام عشان العشر ثواني بتنتهي. أم سلمة. أيوة. بلد المليون شهيد هي تونس. خطأ أم صح؟ خطأ. جول الحاج يوسف، تتعادل يا سلام. طيب أنا هو ضمير للمتكلم يا عمار صح أم خطأ؟ صح. جول الكويت، تتقدم. طيب السؤال للحاج يوسف. أم سلمة خزان سد مروي
أكبر الخزانات في السودان، خطأ أم صح؟ صح. جول! منافسة حلوة، هدف هنا هدف هنا، إذن تعادل. طيب نرجع لأركويت لعمار. جزيرة مقراد هي إحدى جزر النيل الرئيسية، صح أم خطأ؟ خطأ. بلاوز فوق للعارضة، صح صح، معليش. إذن فرصة للحاج يوسف عشان تتقدم. طيب أم سلمة خزان جبل أولية يقع على النيل الأبيض، خطأ أم صح؟ صح. جول! الحاج يوسف الآن تتقدم، الآن الحاج يوسف تتقدم بهدف. نرجع إلى أركويت عمار. نعم. السؤال بيقول أين يقع مقر منظمة الصحة العالمية؟ منظمة الصحة العالمية في جنيف. وين؟ جنيف. جول! عمار هادي، صوتك ده لأنه الحروب مرات ما بتكون واضحة. علي صوتك حبة، هي صوتك بيعمل كده، صوت باص عالي. تبقى مذيع معانا. طيب يلا يا 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 ام سلمى. سلمى سلمى لا سلمى. ايوه انت وين؟ ام سلمى تركزي معايا، امه المشاهدين كلهم بيحضروك، راجلك انت معاك. يا اخي عليك الله، خليك معايا. طيب من هو لاعب المريخ الذي لقب بالكوبرا؟ طبعا لا المريخ عند بيجرن. اكتبي اكتبي سريع يا سعدي، اكتبي. القصير الزاكي زيكو. لا الو وين ثاني؟ ام سلمى في الاوت. يلا بعد ده جاتك الفرصه عشان تتعادل. طيب آلة نفخ مصنوعه من جذوع الاشجار لها ثقبان جانبيان يستخدمها رعاة الابل، هي شنو؟ ما عارف ولا الله. بلاوت هي الزمبارة. أم سلمة. أيوة. الله عليك. اشتهرت بصناعة السكر، يوجد بها أكبر مصنعين للسكر، كنانة وعسلايا، فما هي؟ النيل الأبيض. الله عليك، في المرمى جون، في المرمى جون، ولاية النيل الأبيض. ممتازة يا ام سلمة رغم الهدوء المتعمد. طيب أدت الثورة الليبية على نظام معمر الغزافي إلى مقتله في خاتمة المطاف، متى كان ذلك؟ سنة كم؟ ده سؤال سهل يا عمار. يا الثورة الليبية 2011. أيوة يا أخي 1900. وين يا زول؟ 2011 الربيع العربي. لحظة تانية، معمر الغزافي 1900 حاكم يا زول. طيب رافائيل نادال هو رياضي بيلعب شنو يا مسلم؟ رافائيل نادال كرة قدم. في الاوت. تنس يا اخي، دي لعبة الريتش او الاثرياء. طيب من اعمال الاطفال الخالدة بدري صحيت من نومي وألحان يوسف صديق، من كتبها يا عمار؟ بدري صحيت من نومي. بدري صحيت من نومي، ألحان يوسف صديق، كتابات منه. شاعر الجمال الشاعر إسحاق الحلنجي. معلش بلاو. طيب يا أم سلمى. نعم. من معالم مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور كان قصرا لاخر السلاطين، من هو؟ السلطان علي دينات. السلطان علي دينات. ومن معالم مدينه الفاشر، يبقى في الاوت، هو متحف علي دينار وليس السلطان علي دينار. في الاوت. وهو ده من المعالم المتحف. قلت هو ما قلت معلم. طيب نديها صح؟ التحكيم تعد، راجعين يا ام سلمى.
حنحسب لهم من واحد لحد خمسة ويدونا النتيجة. مسلمة أنا ركز. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لجنة التحكيم قالت غلط. معليش يا مسلمة. معالم السلطان علي دينار ما معلم. أيوة ما معلم السلطان علي دينار هو متحف. طيب معليش معليش يا مسلمة دي لجنة التحكيم حكم صعب. طيب نرجع لعمار من الكويت. من هو المخرج الكويتي الذي قام بإخراج فيلم عرس الزين؟ هو المخرج السينمائي خالد الصديق. خالد الصديق أيوة معلومة. أم سلمة أيوة ما هي السورة التي يطلق عليها قلب القرآن؟ سلام على اختي. ها؟ ياسين في المرمى؟ في المرمى هذا في المرمى في آخر لحظة في آخر ثانية مع الصفر والله مع الصفر. جوجل اشتغل معاك كويس لكن كان مفروض تعرفها من جوجل التويت يعني والله يعني سنم القرآن البقرة وعروس القرآن الرحمن وقلب القرآن ياسين بيعرفوها كل الناس. تمام. حكايات ألف ليلة وليلة يا عمار حكايات خيالية تحكيها شهرزاد للملك منو؟ شهرزاد شهرزاد مرتبطة ب أيوة شهرزاد. معقولة يا عمار شهريار وشهرزاد أشهر ال 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 الديوتوهات زي يعني قيس وليلى. تمام عمار في الأوت. يا أم سلمة نعم انهيار برجي التجارة العالمية في العام 2001 اشتهرت بأحداث شنو؟ في 2001 أحداث شنو؟ أحداث التنبيه؟ في الآوت بس في الآوت أنت مع الزمن يعني هي أحداث الحادي عشر من سبتمبر لكن أنت في الآوت يعني قلتيها بعد ما الحكم صفر وقال لكم ان الفرصه انتهت. معلش. طيب يا عمار الفنان الذي رسم شخصيه العم تنجو هو منو؟ فنان معروف شرحبي الاحمد. ايوه ملك الجاز في المرمى جون في المرمى جون. سلام يا عمار انطفض. ايوه انطفض واصحى اصحى يا بريس. طيب. ده اخر سؤال. اذا هو اخر سؤال يا 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 أم سلمة ده آخر سؤال لك إذا ما جاوبت حتتعادل صح؟ طيب أم سلمة إذا جاوبتي على السؤال ده حتفوزي إذا ما جاوبتي حتتعادلي ونديكم سؤال سؤال. أين يوجد مقر جامعة الدول العربية يا أم سلمة؟ في مصر في البرمجون. الحاج يوسف تفوز. عمار لم يستيقظ حتى الآن ولكن استمتعنا جدا بالأداء المتفوق جدا في كل الاتصالات اللي اتصل بها عمار والأجوبة كانت مختلفة تماما لكن في النهاية أم سلمة هند هي التي فازت بالعشرة ألف المقدمة من شركة كوفتي. حاجات كثيرة الليلة شفناها تفاصيل كثيرة جميلة مسابقات مختلفة بكل الحاجات زي ما ملاحظين يا أخواننا في اتصالات من حتات كثيرة الناس اللي يمكن تكون خاطة بالها إنها هي زعلانة أو مضايقة أو إنه ما واضعها أو ما عاجب الوضع الحالي يذكروا تماما إنه في ناس بتعاني من أمراض كثيرة جدا واحتمال كبير إنهم تتفاقر عليهم الأمراض لأنه ما في توفير كبير للكادر الطبي. دعونا نتعامل مع الحجر المنزلي تعامل محترم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. لو حيين بكرة آخر حلقة إن شاء الله نتلاقى على خير. تحيات.